يعطي الإذن سليمة بالأخواص إلى زهيرة الذويدي، سدد الكرة في جانب ولا حارس في جانب، والنتيجة هي 1-0 للنادي الإفريقي في 65 دقيقة لعب. يتوجه زهيرة الذويدي إلى جماهير الإفريقي معلن تقدم فريق والحيني والمؤقت بعد مرور 65 دقيقة لعب. هدف مقابل صفر من خلال ضربة جزاء كانت حاصر عليها المهاجم مات ماسيلو بعد تدخل من حمد يلا عابدي لاعب الشبيبة القيروانية. هذا خالد القربي زهير الذويدي صاحب أول هدف في المباراة. أندري شوفان في مساعدة